الله يرحم والدي لما دير معنا الحل السي خنوش ولا شي يقولوا لك اصاحبي لما دير معنا الحل واش نخافوا من الله سبحانه وتعالى ما تخافوا من حتى شي واحد ديروا معنا مزيان الله يرحم الوالدين والله يخلي لنا سيدنا واخا عليك اخ خنوش اكون شدك بشي دوره والله ما نوضع لك بالله اخي اخ خنوش بالله شهضر مع وقال عليا مزيان انايا والله يخلي لنا سيدنا ومن مورا سيدنا الخبر في راسكم وبلاتي عليك اخ خنوش نعرفك فين بركاته اخواننا حنا هادشي دابا تنضطروا للبيع والشراء ديالنا في الرباط وقعت عليه واحد الضغوطات بزاف وعاد من ناحيه الولايه ديال الرباط بغينا نعرفوا حنا واش هذا الرباط واش ما راه وسلا واش ماشي محسوبين على الجهه واش ما محسوبش على الجهه وحنا بغينا تنتقد حنا تنمشيو للمارشي ديال الرباط ما تلقاوش فيه سلعه تنقدروا نتجهوا نمشيو لسلا تنمشيو نتجهوا نمشيو لتمارا لان حنا على الجهه ديالتنا تنجيبوا الكليان تنجيبوا الناس باش تتقدا تنجيبوا المواطن باش ياكل تنهضروا على المواطن باش تكون السلعه ناقصه في الثمن ديالها والجوده تنهضروا على الجوده ما تمشيو للرباط رباط السلعه فيه قليله ما كايناش تنتجهوا لتماره لما تكون مقديه من تماره تيجيو لك السيزي تيديروا لك السيزي السلعه تديوها للخيريه بغينا هذا الشيء علاش في الطريق تيديوها لك تيقول لك ممنوعه ما تقداش من تماره حنا صحاب الرباط ما يتقداوش من تماره وصحاب تماره ما يتقداوش من الرباط وحنا هادشي ما يعني هادشي ما فهمناش علاش تقريبا في نظرك شنو ما هاد المشكل هو اللي ما فهمناش حنا واحد شنا حنا هادي شي بلاد اخرى والاخرى بلاد اخرى حنا بغينا نعرف واش الرباط ماشي اخوت مع تماره ولا من تيديروا لك الهجره تيحولوك من الرباط يدوك العين عوده عاديه وباش نمشيو نتقداو حنا من تماره ما كايناش هادي هذا كان قانون قديم هذا ربما كان قانون قديم شحال هذه ولكن ما بقى كان تحيد كانت دابا رجع نظرك علاش حنا ما فهمناش هذه النظريه علاش وحنا بالعكس دابا حاليا العشر اللي تيهضروا على العشر هما 7.2% خاصها تحيد المواطن 7.2% الصندوق ديال البسطه توصل لي 25 درهم في الصندوق تاديها البائع في المارشي تاديها وتجي تاديها المواطن هنايا بغينا هذا العشر يحيد في الظرفيه هذه اللي تتكون اللي تيهضروا عليها حنا الغلا غلا غلا يحيدونا العشر راه ما كاينش العشر في هاد 7.2% وفي هاد السلعه الغاليه حاليا لا من لا. 15 شحال كتاخذها؟ البصله من الصندوق تناخذها 220 ريال. 220 درهم؟ 220 ريال الكيلو. الكيلو؟ 30 صندوق في الكيلو. جات 33 درهم. حيد منها 7.2% شحال جات؟ تقريبا غتولي لي 25 درهم في الكيلو. 10 صندوق تخلص عليهم 5000 ريال في المارشي 10. 20 صندوق تديو لي 10000 ريال. 10 تديها ال 10 هذه. هذيك 10000 ريال يستافد منها المواطن. وانت في دورك تربح تزيد على المواطن هذه الاولانيه الثانيه حنا تمشيو مشينا اليوم الرباط ما لقيناش السلعه حنا ما لقينا ما نتقداو ما لقينا ما نبيعو حنا تنبيعو ونشري السلعه ما كايناش هذه ماشي ديال اليوم ماشي ديال اليوم هذه عندي شي تقديمه حطيتها مشيت ماشي ديال الرباط ما لقيناهاش اذا مشيت نجيبها من تما راه غيديو لي السلعه صح وكاين وشحال من حاجه كاينه بزاف الحوايج شتي خويا كاينه الشناقه في الماشي ديال الرباط بزاف السلعه ديال الخضره كاين فيها الشناق ديال الرباط فيه الشناقه يحروا لنا الميزان الكبير يخدموا لنا الميزان الكبير باش تدخل السلعه باش الفلاح حتى هو يجي يدخل السلعه ديالو الفلاح ما عندناش في الرباط كاينه الشناقه الفلاح تيدخل السلعه بالليل تيتاكلوا عليها الشناقه تيديوا لنا الشناقه يعني مضاربين السلعه تتباع اربعه المرات في الرباط اربعه المرات اربعه المرات السلعه القليله تكون فيها البيع والشراء تتباع اربعه المرات ما كاينش مراقبه ما كاينش غياب المراقبه ما كاينش من العديمه هذه الرساله كتوجه للعمله ديال الرجل سيد الوالي ليعقوبي توصل لي هذه الرساله هذه الله يرحم لك الوالدي الله يجزيك بخير شوف من ناحيه الدرويش شوف من ناحيه البيع والشراء بالتقسيط راه تضر اذا كانت الرباط ماشي تمار وسلا ماشي الرباط راه ما عرفناش شنو واش حنا ما عرفنا هو من غنتقداو حنايا وحنا تنتقداو لاجل المواطن لاجل البائع والشراء راه والو اصل عليهم انا ما عنديش اليوم سلعه اصل ما كايناش بزاف الاخوان هما مقدين شاوما الاخوان ديالنا ما قاموا ما يبيعوا هما ماشي انا الاخ ديالنا تا هو السلعه ديالو ما مقديش اليوم مسكين خاف يجيب السلعه يديوها ليه تا هو ما لقاش ما كاينش ما كاينش كيدير تسوق السلعه السلام عليكم ما كاينش كيدير تسوق السلعه وتجيبها لهنايا ويحيدها لك القايد يخرج هما هذوك العون ديالو ويجيب يدير لك السلعه انت مخلصها ويقول لك جي اوبليجي باش تقدم للرباط واش تمارا ما محسوباش على المغرب اذا ترى منا منهم وكاين السلعه تمايا هنا هما تيتسوقوا وتيجيبوا للرباط وتيشنقوها يعني الا دخلنا للرباط الا بعنا البصله هنا ب 100 دريال غناخذوها ب 100 دريال في المارشي غتولي على المواطن زايده
وهادشي ما يمكنش. احنا دابا ما تسوقنا ما درنا والو، قالك لي جبتي السلعه وتلقاو لك يديو لك السلعه. علاش حنا في شي دوله وحده راه لواء واحد وهذا الامر كيزيد من الغلاء على الاسعار، يعني راه ما تبقاش الانسان يقدر القدره الشرائيه ما تبقاش. العاج باش يجيب واحد الثمن باهظ ماشي هو ثمن بخس. صبي السلام عليكم خويا، اللي بغينا نقولوا اننا حنا تقهرنا في هذا السوق هذا. كيفاش تقهرنا في هذا السوق هذا؟ ملي كانت القضيه عندنا كنفرشوا في الارض، كنا كناكلوا الخبز، معيشين معنا عائلات، معيشين معنا كل شيء، كنا واكلين مع الناس ديال الاستقلال واكلين الخبز. دابا حاليا مني جات اخ نوش ولا هذاك ولا اش كيقولوا لك، راك خهرتي عباد الله، راه ما خليتي عباد الله ما دير. راه ولات المراه كتجي عندي انا، اعوذ بالله من قولت انا كنحشم، تنبيع البصله ب 14 درهم وكتقول لي المراه سيدي عبر لي وحده ب 3 درهم، كي غندير لها غنعبر لك وحده ب 3 درهم اون بليس مخلي لها راجلها شحال 400 ريال، 400 ريال غتاخذ بها كسكسو، غتاخذ بها اللحم، غتجي عند عادل غيدي لها كل شيء. والله يدير شي تاويل وهذاك وحن في الناس، راه شويه القضيه راه قربت تنفجر. وهذاك وهذاك وهذاك، اما السميه راه ما بقاتش عند المغاربه بالنسبه. تقهرنا بزاف بزاف بزاف، الله يرحم لكم الوالدين. شوف اخويا لحاله، شوف الشبيك هذا، شوف هادشي كامل كان هادشي ساعه، هادشي كان اخلا، كنا تندخلوا من هنا ناخذوا الخضره، ناخذوا الجوطيه، شوف دابا ولينا بحال الحبس، هذا حب والو، وتا واحد ما مستافد، تا شي واحد ما مستافد اخويا، وكاع عباد الله مقهور. وندوز السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. خويا تنطلبوا الدوله دير معنا زوينه خويا، مطيشه غلات، البصله غلات، حنا راه الناس حوفارين. انت سولوا كاع الخدار، تصور دابا مطيشه ولا 10 دراهم، دابا قال لك 7 دراهم، حنا منين غنجيبوا هذا الشيء؟ وما خدامين ما والو اخويا، حنا حوفوارا وما زادوا لنا الشبيك، شويه يقول لك صبغوا وشويه يقول لك ديروا، ولكن حنا فين غنمشيو؟ راه ثلاثه الوليدات اخويا وداروا لنا المارشي بحال القفوزه. دو اخويا شوف هذا الشبيك هذا، شوف هذا الشبيك هذا، دابا هذا الشبيك هذا علاش هذا؟ واحد اخر قال لك ولا عندهم مصالح، حنا ما عندنا حتى شي بلاصه هنايا، كاع 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 الخداره هنا مضروري، كل شيء مضروري، كل شيء مضروري. ها هو السيد طابله، شوف شوف دابا هذا اش غيبيع بها؟ هذا غيشبيع بها خويا، هذه البصله هذه اش غيبيع بها؟ بلاصه صغيره كان عنده بلاصه كبيره. هذا تبارك الله على الطابله كانت عنده كامله هذه ديالو، داروا لنا الخفوزه هادو ما عرفناش البلايص مقادين كلهم بها مقادين، ولكن ما عرفناش ديال من، شكون اللي عطيناهم الله اعلم. حنا ما مقيدينش اخويا، حنا ولاد البويش زياده وخلوق هنايا، والخضره غلاش علينا. بغينا 800 بلاصه، شحال بلاصه؟ ولات 400 بلاصه اخويا، هادشي هذا اللي كيمشي. بغينا هاد العواشر ان شاء الله يدوز بالرزق. واش غادي نطرد انا اخويا كما قال الاخ ديالنا، بغينا نطرد انا اخويا يدوز عندنا بلا مشاكل بلا والو. تصور علاش ندور دابا على درهم على جدران على الخضاره؟ يلا تا هما تيقول لك مضروب. كنا تناخذوا بصله هي مات الخلا، تجي تاخذ مع عند السيد جوج بصلات تيقول لك سير دابا عزتي لي جوج بصلات بحال حيدتي لي عرق من اللحم. واخوي الله يرحم والدي، لما دير معنا الحل السي اخ نوش ولا شي يقولوا لك اصاحبي، لما دير معنا الحل واش نخافوا من الله سبحانه وتعالى؟ ما تخافوا من حتى شي واحد، ديروا معنا مزيان، الله يرحم الوالدين، الله يخلي لنا سيدنا. واخا عليك اخ نوش، اكون شدك بشي دوره والله ما نوض عليك بالله اخي اخ نوش، بالله شهضر مع وقال عليا مزيان هنايا، والله يخلي لنا سيدنا ومن مورا سيدنا الخبر في راسكم. وبلاتي عليك اخ نوش نعرفك فين وهما تيفرضوا عليك هادشي، ما فهمتش علاش الا كان شي نزاعات بين التماره والرباط، هو تيقول لك شي وحده نوقفوهم على الليمون، وهما تيقول لك هادشي ما يمكنش، يعني خصك تاخذ حل ليه، خاص السلطات المعنيه تاخذ اجراءات في هادشي. انت عاد تمشي تسوق عندك 60000 ولا 80000 يوقفوك يديوها لك ويصيبطوها للخيريه تيقول لك، وراه حنا خيريه بذاتنا، حنا اللي تنجريو على الناس، تنجري على امه هكا وتتشوف الحال المواطن. وهاد الاسعار غاليه وعاد نزيدوا عليهم، حنا نضغطوا عليهم هكا ندخلوا شما تيدخل كمية واحد تيقسموا كاملين الشناخ. كطالبوا بتحرير الاسواق؟ تحرير الاسواق هذاك الشيء اللي كاين. هذاك يكون سوق واحد الا كان سوق وتيوعدونا بسوق واحد من شحال هذه المده هذه، تيوعدونا بواحد السوق واحد مده دابا 10 سنين تنسمعوا ان الرباط وسلاو تماره غادي يديروا لهم سوق واحد، وما عندناش ما عرفناش هاد القضيه ديال السوق واحد ما داروهاش علاش. بحال كازا سعود العماس كاين سوق واحد، تيتقداو منه السطات، تقدا منه كلشي، تقدا منه وتتقدا منه حتى الرباط، حتى الرباطين تمشيو حتى لكازا تيتقداو ويدخلوا الماشيط الرباط. السلعه تتجي مطيشه تدخل لاكادير، تتعشى في اكادير، تتهبط لكازا تتعشر، وتتجي الرباط تتعشر. شوف شحال ديال العشرات، ثلاثه العشرات كاينين فيها، تتعشر في اكادير ان زكال، تتعشر في كازا، وتجي البيع والشراء تمشي تقدا من كازا ويدخل عاوتاني الرباط تتعشر. وهاد العشرات تاثر على المواطن في هاد الظرفيه هادي، تنهضروا على الغلاء، راه العشر تاثر على المواطن. هاد السلعه غاليه بالعشر 7.2% راه واعره على المواطن، 7.2% واعره على المواطن. حنا البصله ما لقيناهاش، هاهي البصله دابا حاليا باش نبيعوها بواحد الثمن 4 دراهم شحال تنبيعوا فيها 140 ريال وما لقيناهاش. هاهي في المارشي ديال الرباط ما كايناش، من تنطلعوا المارشي ديال التماره غادي نخافوا من الديوان ديال السلعه تبعها.
تمرك تسلع تمرك فيها السلعه فيها الفلاح يدخل الفلاح تيدخل الفلاح حيت الفلاح شنو تيبغي يجيب تيبغي يبيع ويشد الفلوس ويجيبو فهمتيني تيبغي يبيع ويشد الفلوس ويجيبو ماشي فهمتيني تيبغي يبيع ويدير الفلوس ويجيبو ماشي بحال العشره هنا في الرباط يخاف ما تيعرفش بقاريش امي ما تيعرفش الوراق يحسب شنو غادي يدير الا دخل تما كاين تيديو ليه تيخاف لا ماشي يقول انا غادي نعبر نشد في يدي الفلوس في يديا تيبيع ويجيب بغيت تخلص في الباب هذا راه ما تيقي كاين الميزان كاين الميزان كاين الميزان اه كاين الميزان في الرباط وما غاديش ما بغوش يخدموه بغينا نعرفوا علاش مش يخدموا ديك الميزان ويخلوا الفلاح حتى هما يدخلوا عندنا الرباط تما يعني ما كيوزنوش لكم فهمنا دابا هذه قضيه الميزان نهار الاول غادي يحروا العرشي غيولي العرشي في المارشي ديال الرباط طلبوا انه المارشي ديال الرباط داروا ليه ميزان باش يدخل الكاميو ويتعشر عشر ويدخل وكل واحد غيولي يدخلنا الفلاحه دابا حاليا ما كايناش دابا مده 10 سنين هذه من الاسباب اللي ما كتخليش الفلاح يدخل ما تيبغيش هذا السبب الاول ان الفلاح ما تيبغيش الشناق ما تيبغيش العشار تيبغي خاصو يدخل الفياج يدخل الفياج ديالو يعشر ويعشر عليه يمشي يبيع وشي راسو ما تيبقاش واحد المضايقه دابا من تيجي للرباط خاصو العشر خاصو يمشي يديك القياد وما تيجي يشد الوراق ما عارفش ما قاريش امي بالله تيخاف الله ماشي يدخل تما راه تما راه مسهلين فيه القضيه تيدخل في الفلاحه بالبيكوبات ديالو سلا عندها بيع وشراء خاص لان قرابين قرابين وعندها بيع وشراء داخله والله يسهل ونصوم نتمنى من الله خير بغينا رسالتنا توصل للسيد الوالي وهذا اللي